طيب استاذنك بس اروح بسرعه، اللي معايا على التليفون الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع تكميلي لمجلس اداره النادي الاهلي بالتاكيد واتخذ فيه العديد من القرارات. دكتور شريف مساء الخير على حضرتك وفي ضيافه الحاج محمود الشامي. تحياتي ليك يا محمد ولضيفك الكريم اللي بنعتز بيه الكابتن او الحاج محمود الشامي اللي منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك بالتوفيق. اهلا بيك يا دكتور. طبعا دكتور الاهلي اشكرك. اهلا بك يا دكتور. اجتماع كان مهم لمجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع تكميلي للجلسه الممتده منذ الاسبوع الماضي. ابرز القرارات التي صدرت من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هي الجلسه ستبقى ممتده ايضا يا محمد زي ما انت تفضلت ان شاء الله لجلسه اخرى او لاجتماع اخر خلال هذا العام باذن الله الاسبوع المقبل. تختتم الجلسه ويختتم العام اللي نتمناه عن خير ان شاء الله على النادي الاهلي وعلى مصر الغاليه باذن الله. باذن الله. الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب كان موجود في فرع الشيخ زايد، عقد مجموعه من الاجتماعات المهمه النهارده واستكملها باجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي بدا في الرابعه والنصف وانتهى منذ قليل، يعني استمر اكثر من 5 ساعات. والحقيقه كان في جدول اعمال كبير. خليني احطك في ابرز ما خرج من قرارات في هذه الجلسه فيما يتعلق بالخطه الانشائيه. المستشار الهندسي للنادي عرض الافتتاحات والامور الخاصه بالخطه الانشائيه في فروع النادي الثلاثه. الجزيره بعد اسبوعين ان شاء الله ستفتتح صاله الكاراتيه بعد ان تم انشاء صاله الكاراتيه على اعلى مستوى تليق بالنادي الاهلي. فرع مدينه نصر الحقيقه وده بيشهد ثوره انشائيه. البوابات الحقيقه ستفتتح في 1 فبراير المقبل، يعني اقل من شهر ونص من الان. في خلال شهر فبراير او في نهايته ان شاء الله ايضا ستفتتح المنطقه الخاصه، منطقه الحدائق الجديده او ما يطلق عليه الفود كورت الحقيقه، اللي هي كانت محل ملاعب التنس القديمه. ثم المنطقه الترفيهيه اللي بتضم مجموعه من حمامات السباحه الترفيهيه والتدريبيه ايضا في شهر مارس باذن الله. ده بالنسبه لمدينه نصر وبالنسبه للجزيره. اما بالنسبه لفرع الشيخ زايد فتم اسناد واعتماد الخطه الانشائيه اللي ايضا ستمثل ثوره في فرع الشيخ زايد، سواء المبنى الاجتماعي او بوابه الشيخ زايد، مجموعه من الصالات الاسكواش والامباز والكاراتيه بالاضافه الى المسجد والى مبنى اجتماعي على اعلى مستوى وشهر عقاري باذن الله. العمل سيبدا على قدم وساق. فرع التجمع الخامس حقيقه خبر يهمني ازفه لحضرتك والمتابعين والمهتمين بالفرع الرابع للنادي الاهلي، لانه في اقبال كبير جدا عليه، انه تم الاسناد للشركه اللي تقوم بالتنفيذ وستبدا على الفور في تجهيز واعداد هذا الفرع ليكون على مستوى راقي يليق باسم النادي الاهلي وباعضائه. وسيتم استقبال اول مجموعه من الناس اللي تقدمت باوراقهم يوم السبت المقبل لعمل اللقاءات ودفع مقدم التعاقد. الحقيقه في نظامين للتنصيب بهذا الفرع، قيمه العضويه فيه 200,000 جنيه. هناك نظام يعني يمكن لراغب الاشتراك انه يدفع 80,000 جنيه ويقسط الباقي، وفي نظام ايضا يدفع 100,000 جنيه ويقسط الباقي على 4 سنوات. الخبر السعيد يا محمد انه المجموعه اللي هتشترك خلال ال 40 يوم اللي جايين دول من الان وحتى 1 فبراير هيكون عندهم فرصه ولمده 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، انه لو حب يرفع العضويه الكامله يكون عضو في الجمعيه العموميه وله حق دخول الفروع الاربعه، سيستكمل العضويه الحقيقه الفرق ما بين 200,000 الى 350,000 هي قيمه العضويه الكامله. لانه زي ما انت عارف ان الجزيره او النادي الاهلي بشكل عام سيرفع عضويته الى 500,000 جنيه اعتبارا من 1/6. وبالتالي اي شخص يعني سيحظى بالانضمام الى عائله النادي الاهلي الان في فرع التجمع ويدفع 200,000 جنيه على 4 سنوات هيكون عنده فرصه خلال 4 سنوات قادمه من تاريخ افتتاح الفرع انه يرفع العضويه الكامله ب 350,000 جنيه بس مش 500. لكن اعتبارا من 1 فبراير هيبقى العضويه 500,000 جنيه، لو حد عاوز يرفع العضويه الكامله هيرفع ل 500 مش العضويه. فاعتقد انه اللي هيشترك خلال ال 40 يوم دول هيكون شخص محظوظ ويكون عنده فرصه كبيره انه يقدر يرفع العضويه وبالتالي حق دخول الاربع فروع وله حق حضور الجمعيه العموميه والانتخاب والتصويت وما الى ذلك. ده بالنسبه ايضا لفرع التجمع الخامس. الحقيقه انه في مجموعه اخرى من القرارات ابرزها تشكيل لجنه برئاسه الوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي، تضم مجموعه ونخبه الحقيقه من اعضاء مجلس الاداره زي المهندس خالد مرتجي بخبراته الكبيره والاستاذ ابراهيم الكفراوي والدكتوره رانيا علواني
والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان هذه اللجنه ستجتمع من الغد، وهيكون دورها الحقيقه هو تقديم تصورات النادي الاهلي لوزاره الشباب فيما يتعلق بتعديل قانون الرياضه المعمول فيه حاليا. يبدو ان هناك خطه لوزاره الشباب والرياضه لتعديل بعض بنود القانون، وبالتالي النادي الاهلي سيسهم بدوره في هذا الامر وسيقدم رؤاه وتصوره مكتوبا الى وزاره الشباب من خلال اللجنه اللي تم تشكيلها من قبل مجلس الاداره اليوم. ايضا تم تكليف الحقيقه مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره الرياضيين زي كابتن طاهر نادير، الدكتور رانيا عدواني، والدكتور مهند مجدي، مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بوضع وتحديد اليات ومعايير وبرنامج لاعداد البطل الاولمبي او اللاعبين المزمع مشاركتهم ان شاء الله في اولمبياد 2022. ده فيما يتعلق بمجموعه القرارات. في امور خاصه بالنشاط الرياضي لعل منها او ابرزها هو قرار مجلس الاداره بتعيين الكابتن عمر شوقي مديرا لجهاز كره اليد، وتوجيه الشكر للكابتن عاصم حمادي المدير الفني الحالي لنادي الاهلي اللي قابل بلاء حسن خلال الفتره الماضيه الحقيقه، وفتح خطوط اتصال مع مديرين فنيين اجنبيين يعني اجانب لاختيار احدهم من خلال سيره ذاتيه متميزه لقياده النادي الاهلي. حضرتك عارف انه في تجمع الان لمنتخب كره اليد، وبالتالي في حاله توقف للدوري، فالنادي الاهلي هيستغل هذه الفرصه لتعيين مدير فني اجنبي على مستوى عالي، وانه هيقود مجموعه اللاعبين المحليين اللي موجودين في النادي حاليا الكابتن محمد عادل مدرب الفريق. ايضا تم التعاقد مع لاعب سله امريكي للمشاركه في بطوله افريقيا لكره السله. مجلس الاداره وافق على تنظيم البطوله الافريقيه لكره الطايره للعام الثاني على التوالي رجال وسيدات، ودي ان شاء الله هتكون في شهر مارس المقبل وبدايه شهر ابريل. النادي الاهلي كان فاز بالبطولتين العام الماضي وقدم تنظيم على اعلى مستوى، وبيواصل الحقيقه دوره في هذا الاطار وعمقه الافريقي والتعاون مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكره الطائره من اجل تنظيم هذه البطوله ضد قاره الامير عبد الله في النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه يعني هذه مجموعه من ابرز القرارات على ان تبقى الجلسه ممتده ومفتوحه تستكمل الاسبوع المقبل ان شاء الله. دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار. حزمة